القدم، الحكم الجزائري جمال حمودي لإدارة مباراة هولندا وأستراليا في إطار الجولة الثانية للمجموعة الثانية بمونديال البرازيل 2014. حمودي سيساعد كل من مواطني عبد الحق تشعلي والمغربي رضوان عشيق، في حين أسندت إلى الجامبي باكاري جاسما مهمة الحكم الرابع. هذا وتقام هذه المباراة بملعب بيراريو بمدينة بورتو أليغري هذا الأربعاء.